يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. طبعا مهم نتعرف على اخر اخبار ساعات الفرقه لمواجهه المقاولين العرب بكره ان شاء الله. مباراه تبقى ممتعه يقدم فيها الاهلي اداء ونتيجه ترضي جمهور، واعتقد انه الجماهير راضيه بشكل كبير جدا على شكل الفرقه وعلى مستواها وعلى ادائها، وان شاء الله باذن الله نكمل على كده لغايه لما مش بس نحسم بطوله افريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله نحسم كل البطولات اللي فاضله وللاهلي عنده فرصه في المنافسه عليها، وبالمناسبه هي كلها لغايه اخر الموسم. خليني اقول لحضراتكم بدايه طبعا الفرقه النهارده تمرينه، وبعد كده هتدخل معسكر مغلق عشان تستعد لمواجهه المقاولين بكره ان شاء الله. طيب خلينا نروح لتيتش، نروح للنادي الاهلي في الجزيره ونتعرف على اخبار التمرينه بتاعه النهارده، ونطمن كمان على كابتن علي لطفي طبعا اللي اشتكى من شد في العضله الاماميه، ويمكن دكتور احمد ابو عامله عمل له اشعه النهارده، وعلى حسب نتيجه الاشعه هيتحدد بقى. يعني طبعا التوقيت مش لطيف خالص بالنسبه لعلي، خصوصا انه الاهلي كان بيبني عليه وبيجهزه للمشاركه بشكل اساسي بعد نهائي دوري الابطال. بس خلينا نطمن على الفرقه ونطمن على علي لطفي من خلال زميلنا شريف شعبان الموجود في النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي حالا. يمكن الدكتور احمد ابو عبله صرح لقناه النادي الاهلي ان حاله علي لطفي يمكن عنده تقل بسيط جدا في العضله، لكن حرصا على طبعا سلامه اللاعب هي محتاج 4 أو 5 أيام علاج تاهيلي، وباذن الله يكون متواجد مع باقي زملائه، فكده علي لطفي بيخرج بره قائمه مباراه المقاولون العرب، وباذن الله باذن الله يكون موجود في مباراه المقصه باذن الله قبل السفر الى المغرب باذن الله. دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه باذن الله بالفوز الاول على فريق مقاولون العرب، مرورا بقى بالمقصه ثم النهائي الافريقي والنجم العاشره باذن الله ان شاء الله. خلينا نطمن على الفرقه النهارده وادائها، ونطمن على اللعيبه اللي يمكن كانوا بعاد وبقى لهم فتره. يعني انا بيتهيألي النهارده عندنا كريم ندفد، عندنا محمود متولي، عندنا محمد محمود، كل دي وجوه رجعت تشارك في تمرينه النادي الاهلي، برضو نطمن منك على مستوياتهم ومدى جاهزيتهم. الكل بيشارك ما شاء الله، يعني ما شاء الله نمسك الخشب، الكل بيشارك، كان ندفت في المران، محمود متولي، محمد محمود، الكل بيشارك في المران، محمد هاني، ايمن اشرف، السوريه، الكل بيشارك في تمرينات النادي الاهلي. الاول قبل بدايه المران كان في محاضره فنيه مع مستر بنسو موسيماني استمرت حوالي من 20 او 22 دقيقه، محاضره فيديو اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف الفريق المقاولون العرب، طلب اللاعبين بالفوز على فريق المقاولون العرب، محاوله احراز هدف مبكر، حذر من خطوره المقاولون العرب، وقال بالشرط او ما يخدعكوش ترتيبهم في جدول المسابقه، هيلعبوا بكل قوه علشان خاطر يحصدوا اي نقاط من المباراه، حذر من خطوره فريق مقاولين، وطلب اللاعبين باحراز هدف مبكر لتسهيل مهمه اللاعبين في اللقاء. وبعد المحاضره وتعريف كل نقاط القوه والضعف نزل المران، الاول كان فيه دوائر وجمل تكتيكيه وتمرينات تخصصيه على الجول، وهيختتم بتقسيمه اللي هيقود بيها المباراه غدا. المران طبعا مقفول وهيكون مغلق لكل الناس عشان خاطر الراجل يشتغل براحته تكتيكيا ومحدش يعني يشوف التكتيك اللي هيشتغل بيه للمران طبعا، او الاستعداد لمباراه المقاولون العرب. اهم حاجه الحصول بكره باذن الله باذن الله باذن الله على الثلاث نقاط. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الكل بيشارك في المران، الحاله البدنيه والجاهزيه الفنيه لكل لاعبي النادي الاهلي مطمئنه لحد كبير جدا باذن الله، بس التركيز يكون موجود والتوفيق يكون موجود ونفوز بكره باذن الله. بعد بدايه بعد نهايه المران هيغادر الفريق الى معسكر مغرق في احد الفنادق في التجمع الخامس باذن الله باذن الله باذن الله، بكره باذن الله يكون التوفيق معانا ونفوز باذن الله على فريق كبير ان شاء الله. شريف خليني اخدك لنقطه ثانيه، يعني طبعا انت عارف انه الاهلي هيكون عنده تحدي كبير جدا بعد ان شاء الله باذن الله مباراه نهائي دوري الابطال، وهي مشاركه الست لعيبه مع المنتخب مصر الاولمبي اللي بتمنى له التوفيق ان شاء الله، وهيمكن هتكلم على المنتخب النهارده واخر المستجدات لان في اخبار جديده ايجابيه. بس خليني يمكن كنت بتكلم امبارح ان مستر بيتسو موسيماني واضح انه بيجهز، يعني شفنا علي لطفي بياخد في الماتش الاخير، شفنا كلام امبارح كنت بتكلم هنا يمكن في السادسه على انه في برنامج بدني مخصوص لجونيور اجاييه عشان يكون جاهز الفتره اللي جايه. تكلمني كده على فتره او تفكير مستر موسيماني في الاستعداد لمرحله ما بعد النهائي، فكره تجهيز الناس اللي كانت بعيده، واعتقد انها فرصه لكتير من الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده بشكل اساسي، فعليهم ان هم يحضروا او يجهزوا نفسهم بالشكل المناسب.
عندما طبعا طلب الاتحاد الكره المصري والمنتخب الاولمبي اللي بتمنى له كل التوفيق يا رب في الاولمبياد باذن الله ونحقق ميداليه مع المدير الفني الكابتن شوقي غريب، لبى النادي الاهلي النداء على طول النداء الوطني وارسل لاعبيه باذن الله الى الاولمبياد. طبعا مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلموا مع اللاعبين وبيبداوا يجهزوا اللاعبين، الكل هياخد فرص، الكل هيكون مشارك في الفتره المقبله، امسك في فرصتك، اللي عاوز يكمل باذن الله. كل الناس اللي كانت بتقول فلان ماشي وفلان هيطلع اعاره وفلان، كل ده لسه مفيش اي اتحسمت ليه، كل ده هيبان مع المباريات الفتره المقبله. اللي هيمسك في الفرصه هيكون ليه تواجد باذن الله مع النادي الاهلي، واللي مش هيمسك في الفرصه هو بقى اللي ممكن يحدد مصيره بايده في الملعب، ولكن الكل جاهز، الكل بيستعد، الكل بيحلم بيشارك مع النادي الاهلي الفترات المقبله اللي ما بيلعبش طبعا، وباذن الله يكونوا اهلي لها. التجهيز الفني والتجهيز البدني شغال على اعلى مستوى، الكل هلاقوا اللاعبين، التجهيز الذهني كمان والكلام والجلسات مع مدير الكره الكابتن سيد مع اللاعبين عشان الكل يظهر في صوره باذن الله تليق باسم النادي الاهلي. فبطمنك باذن الله الفتره المقبله باذن الله هنلاقي باذن الله حاجه مختلفه مع لاعبي النادي الاهلي اللي ما كانوش بيشاركوا في الفترات الماضيه باذن الله. وحتى اللعيبه اللي كانت بعيده، انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره من امام ملعب التتش. دي اخبار تمرينه النهارده.